حلو، شكرا قعدنا في ليك. الدوري. بس في بقى حاجه اسمها بلاي اوف، بيلعبوا ماتشات عاديه اللي هو لحد ما الدوري يخلص. فهم قالوا خلاص دورك انتهى. ساعتها انا رجعت مصر كملت تدريباتي كلها مع النادي الاهلي مع كابتن حسام. ده الوقت اللي انت قلت بالزبط. بقى ان انت عايز ترجع في النادي الاهلي واتمرنت مع الكابتن حسام بالظبط. وسالوك ساعتها انت اتمرنت كده ليه بالظبط، ولا انت دلخت اللي سالوك؟ لا كان مشكورون عشان انا سبتهم ومشيت. انا دلوقتي تحت يعني تبع مشكورون، سبتهم ومشيت خلاص. انا عندي ماتشات منتخب عايز اجهز لها، لان انا عايز اتنقل من الليفل اللي انا فيه ده، لان انا طالع من النادي الاهلي كان هدفي هدف تاني خالص. طبعا كان المدير الفني لاندلخت ساعتها فايلر، ريني فايلر اللي هو المدير الفني للاهلي اللي كان جه للاهلي شويه ولا لا؟ فايلر تاني سنه، تاني سنه ده تاني سنه، وكان ما كانش معايا كويس خالص برضو خالص خالص. ما انا بسببه مش ساب فايلر. رحت مسكرون. اوكي. هو ده سبب يعني ان هو فايلر؟ قللت الراتب بتاعي بسببه، لانه هو كان ظالمني جدا وما كانش مديني حقي وكده، وكان في شده بينه وبينه جامده، ان هو خلاص. والله ان انا خلاص انا لو مش هلعب كوره مش هلعب هنا. مع المدرب. عشان المعامله كمان غير الكوره، المعامله ما كانتش حلوه قوي، لانه كان ساعات بيتكلم بالفرنش وانا اصلا مش فاهم انجليزي ولا فرنش. يعني مش فاهم الاثنين. انا كنت طالع من مصر. لسه بقى بتحاول تفهم. انا دلوقتي الحمد لله بتكلم انجليزي كويس. كويس جدا. بس انا كنت طالع من مصر ثانك يو هاو ار يو خلاص هو ده اخري. كلنا. بس يعني كنت ماسك ورقه اما عاوز اكل بقول لهم انا بعمل لهم كده. رقم زي واحد. زي احمد زكي في والله بالظبط. رقم واحد مكتوب عليها انا جعان، رقم اثنين مكتوب عليها انا مش عارف كده. لا يا راجل. والله. الله. فكان بيتكلم بالفرنش ويقول لي قوم، انا بقول ايه؟ واللعيبه تضحك. وانت مش فاهم. انا مش فاهم. هو فايلر ده. واللي قبله. فعمل الموقف زي ديت، فانا لا انا خلاص نفسي بقى انا جاي، انا مش جاي من الشارع. انا لو رجعت النادي بتاعي انت ده انت لو بس يعني بس انا طلعت طالعه كده خلاص عليك. بس انا طلعت، انا مش هرجع اقول للناس ديت انا 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 فشلت. طبعا لا انا هاجي لكم وانا 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 واقف على رجلي. طلعت الحمد لله وكملت بقى. اي حاجه حصلت خلاص هتعدي.